السلام عليكم ورحمة الله، متابعين قناة مع الأخوة. في هذا الفيديو راح نحكي عن مباراة منتخبنا اللي لعبها ضد منتخب ميانمار وانتهت بالتعادل الإيجابي. بهذا الفيديو راح يكون معنا ضيف الأخ خالد عيسى من ماليزيا، وراح نحكي عن مجريات المباراة وعن الشيء اللي صار في مباراة ميانمار. بتمنى قبل ما نبدأ بالتفاصيل تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وما تنسوا تدعمونا بلايك. اليوم منتخبنا لعب ضد منتخب ميانمار بالجولة الثالثة من تصفيات المؤهلة لكأس آسيا وكأس العالم القادمة، وانتهت المباراة بنتيجة التعادل. منتخب سوريا خذل الجماهير السورية بأداء ونتيجة غير متوقعين. اليوم المدرب هيكتور كوبر ابتدأ المباراة بنفس التشكيلة اللي كان عم يلعب فيها بكأس آسيا اللي كانت بقطر. شفنا تغيير واحد طبعا بسبب غياب اللاعب بابلو صباغ واللاعب عمر خريبين، شفنا تواجد مارديك مارديكيان بتشكيلة المدرب كوبر في مباراة ميانمار. اليوم المنتخب السوري حرم المنتخب الميناماري من الفوز الأول التاريخي له في تصفيات كأس العالم وكأس آسيا. أخ خالد، من وجهة نظرك التشكيلة اللي لعب فيها المدرب كوبر مباراة ميانمار كان لازم كويس. يأشرك لاعبين تانيين ولا كان ولا يعني هو كان لازم يعتمد على نفس التشكيلة وعلى الأسماء اللي بيعرفها واللي لعب معها في كأس آسيا؟ يسعد مساك اخ ابو حاصي، والله الله يسعد يسعد نواطك. جماهير قناه الاخوه. وهيك احنا حابين بس مجرد نشارك اراء على اكثر ولا اقل، يعني اخر شيء بترجع هي للمدرب اكثر كوبر والاداره الفنيه تبعها، مجرد راي احنا عندنا على اكثر ولا اقل. انا بالنسبه للتشكيله اللي لعب فيها كوبر فيها عليها اشارات استفهام كثير. نعم، نجي لاول اشاره استفهام اللي هو خليل الياس. خليل الياس من كاس اسيا لمباراه لليوم مو لعبان ولا مباراة، لعب تمرينين مع فريق بماليزيا فقط هذا اللاعب الشكوى الأول. كان غلط من المدرب كوبر. ونحن حكينا قبل المباراة أو قبل ما تطلع قائمة المنتخب السوري أنه نحن ما كنا متوقعين أنه يكون خليل الياس ضمن القائمة، لأنه خليل الياس الكل بيعرف أنه ما كان عم يتدرب أو ما لعب مباريات من بعد مباريات كأس آسيا اللي لعبها مع منتخبنا. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، فينا نحط إشارة استفهام ثانية على ظهير اليمين عبد الرحمن ويس. عبد الرحمن ويس من كأس آسيا مباراة مينيمار لعبها مباراتين فقط لا أكثر ولا أقل. نعم، نيجي للنقطة الأساسية واللي هي نقطة رأسي الحربة. رأسي الحربة هن بالأساس ما بيلعبوا رؤوس حربة، بيلعبوا مهاجمين ثاني كمارديكيان او هيسار، بيلعبوا مهاجم ثاني ما بيلعب رأسين حرب. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، النقطة المهمة اللي من جماهيرنا بجوز ما بتعرفها، النقطة المهمة، المباراة التعبت تحت درجة حرارة 35، درجة رطوبة 67%، تمام، وجو ماطر. أرضية الملعب نعرفها سيئة بس مشان ما يقولوا عم تحطوا حجة ما نحطها احنا كخيار. طيب انت درجة الرطوبة عندك 67%، عم تلاعب رأسين حربة ان كان مارديكيان او هيسار، اثنين عندهم اوزان، يعني اثنين الصراحه النبي البنيه الجسديه تبعتهم كبيره. انت وقت عم تلاعب لاعب بهالحجم تحت بالرطوبه والهاد، طاقته لحالها رح تخف، يعني ما رح يقدر يعطيك يمكن 30% من قوته كلياتها. يعني هلا نحن متوقعين انه كوبر يلعب بطريقه 4 4 2، ما اختلفنا على اوكي هذا الموضوع، بس اوكي انك بس انت تلعب بابراهيم هيسار كراس حربه او كمهاجم صريح، هذا بوجهه نظري شيء غلط، لانه كلياتنا نحن شفنا ابراهيم هيسار، واللي بنعرفه عن ابراهيم هيسار هو ما هو لاعب مهاجم. اوكي بس عاصي احنا عم نحكي، انا عم بحكي مشان موضوع الرطوبه ودرجه الحراره. الرطوبه ابراهيم ودرجه هيسار الحراره طبعا، انت لانه انت عند بيكون انت عندك مهاجمين قاعد بتلعبهم، انت بتعتمد عليهم مثل مارديك، انت لعبته لحاله بمفرد، يعني انت عم تلعب 4 4 2 بس ما انت عم تلعب بالطريقه الصحيحه حسب وجهه نظري. وفي عندك بنرجع لموضوع الجناحين اللي عليهم اشارات استفهام. محمود الاسود ما بعرف من الدقيقه 30 طلع خارج المباراه، وعندك عمار رمضان. عمار رمضان انا يعني قلتها سابقا، اللاعب نفسه هجومي بس عنده مشكله بموضوع
المراوغات الكثيره. اليوم عمار رمضان يعني من وجهه نظري انه مو يعني ما بعرف انا كبر انه شو الكلام الحكيم او شو مفهمه بالنسبه لموضوع المراوغه. يعني انت لاعب انت قاعد عم بيراوغ لاعب 2 3 4 وبعدين عم يفقد الطابه، اوكي لما تكون انت عندك انت امكانيات طلعت يعني تراوغ اكثر من لاعب وتصنع هدف او تصنع تسجل هدف يا اخي انا معك، بس انت كل المراوغات اللي عملتها فاشله. يعني انت ما قدمت شيء، انت كنت عبء، انت كنت ضغط على اللاعبين. يعني ضيعت ما نقول نحن اليوم نحن ما شفنا اللاعبين عم بيلعبوا بشكل صح، الكل بدون اي استثناء تمريرات خطا، باصات طويله كلها خاطئه، اللياقه البدنيه مجهدين متعبين. ونحن حكينا بالمرات السابعه عن هذا الموضوع. شو ما حصل انت تذكر حكيت انا وياك في هالموضوع، يعني انت وحملت الاتحاد السوري سابقا، انت طالع على مينمار دوله اول مره بتلعب معها اولا، ثانيا انت لازم كمنتخب تطلع قبل المباراه باسبوع 10 ايام لعيبه ياخذوا على الجو يتاقلموا على الجو حتى يدخلوا جو المباراه. طيب انت هيسار الاتحاد اعلن ما بعرف المنصه الاعلامي ان الهيسار وصل تعبان من ايران. طيب لاعب عم بيقولوا واصل تعبان، كيف بتلعبوا؟ في 3 لاعبين وصلوا متاخرين، يعني حتى انتوا وصلانين قبل 48 ساعه من المباراه على مدي على بلد درجه رطوبته عاليه، طريق سفر متعب ومجهد كثير. كان نحن حكينا بالموضوع بالسابق بالنسبه للموضوع السفر انه كان لازم المنتخب اللاعبين اللي جاهزين وخرجوا يسافروا انه يطلعوا قبل بوقت. هذا حكينا بس يستخدموا اللاعبين الثانيين معهم، بس نحن ما شفنا، نحن شفنا الاداريين وصلوا وكشفوا على الملعب، كشفوا على الفندق، قالوا الامور كلها تمام، هن طلعوا قبل اوكي. نحن شو الشيء انتم اللي النصيحه نصحتوها لكوبر بالنسبه لهذا الموضوع؟ انا شو بقول لك كوبر اليوم في مليون اشاره استفهام عن طريقه لعبه. يعني انت في عندك عبد الرحمن ويس ومؤيد مؤيد الحجام مثبتهم على الخط، ممنوع يتقدموا لبعض النص. انا هاي الاظهره ليش مثبتها؟ انت ما لك عم تلعب مع اليابان ولا كوريا او تلعب مع منتخب قوي، يعني ظهيرين مثبتها ليش؟ يعني انا بوجهه نظري انه لو لعبان كوبر بطريقه دفاعيه ومعتمد على الهجمات المرتده كان افضل لنا. طب عاصي هو كوبر ما اختلفنا غلط بالتشكيله ووصلت للدقيقه 30. دقيقه 30 انت كان فيك بلش خلاص، انت كشفت المنتخب المينيماري قدامك انكشف شفته وراء، انت فيك تعمل تبديلين ثلاثه تغير شكل المنتخب كلياته. طيب انت اثناء المباراه، نحن دائما انه اي نادي او اي منتخب بتلاقيه بيلعب مباريات خلال اول 10 دقائق ولا اول ربع ساعه بيعطيك انطباع انه هذا المنتخب جاهز وانه هذا المنتخب حابب يفوز بالمباراه وحابب يقدم نتيجه، بس هذا الشيء نحن اليوم ما حسيناه. انا شخصيا انا ما حسيته بمنتخبنا. يعني من بدايه المباراه المنتخب من مرة عم بيهاجم، عم بيمرر تمريرات صح، تمركزه وانتشاره بال على ارضيه الملعب افضل من منتخبنا، مع انه الفوارق كثير كبيره بين المنتخبين. شيء اكيد يا عاصم، انا قلت لك انت تاع المنتخب من نيمار عم يلعب 5-3-2 ماشي، مدرب الماني، المدرب الالماني بيتبع تكتيك الباص القصير، واهم نقطه اللي هي الرتم السريع بالباص، ما كان يحتفظ بالطابه مثل ما كنا احنا نحتفظ فيها. اللاعب المينيمالي كان يستلم الطابه ويلعب باص على السريع، احنا لا بالعكس. اذا راجعت المباراه بتشوف الاظهره الاجنحه عم ترجع الطابه للاظهره ويرجع يبني الهجمه من ورا. بناء صحيح للهجمه تبعيته من خروجه، حتى انتبه نحن في طابات نحن شتتها لاعبينها تشتتها ما تعرف تطلع طابه من منطقه جزائنا بباصات قصيره. هيك انا عم بقول لك، قلت لك اختيار التشكيله كان فيها غلط كبير، في عندك 5-6 لاعبين لازم ما يلعب ماشي. يعني برجع لك بصنا للدقيقه 30 كوبر، انت الدقيقه 30 ما في نتيجه، ما في حل مع المنتخب المينيماري متكتل دفاعيا، انت في عندك حلول، في عندك لاعبين مهاريين،
في عندك نوح، في عندك دالا، في عندك علاء الدالي، وفي عندك انطونيو، وفي عندك نفترض هذول الاربع اسماء ماشي. انا يعني بسحب الاسود وبسحب عمار رمضان وبسحب المهاجمين، حتى لو سحبتهم ما في اي مشكله، بسحب المهاجمين، بنزل بحط خليل الياس ظهير يمين، بحط دالا خط وسط، وبحط نوح شمعون جناح، وبلعب علاء الدالي وانطونيو. انطونيو اليوم نحن ما شفناه بالمباراه، يعني انه لاعب شاب، لاعب متعود على اجواء انه يلعب برطوبه، بالاجواء الرطبه يعني، متعود على حتى انه يمكن يعطيك اكثر، كان انه انطونيو يعقوب اكثر من مرديك مرديكيان. لا في شغله بعاصي، انت وقت تعمل هيك يعني انت وقت تلعب بالخليل على الجناح اعطاك حل هجومي، دالا عم يلعب صار شو خط وسط متقدم وصانع العاب، نوح عم يلعب ظهير، عندك لاعبين انت ان كان علاء الدالي لاعب سريع والطول لفائت منه لانطونيو، غير هيك انت عم تكتسب مهارات ثلاث لعيبه اللي هن خليل دالا ونوح شمعون بالاختراقات، يعني الاسود وعمار رمضان ما عملوا ولا اختراقه. حكينا سابقا انت منتخب مينيمار بالعرضيات ما رح تجيب عليه هدف. نحن حتى ما شفنا تغيير بالتكتيك من كوبر، انت عندك مشكله لا اجنحتك ولا الاظهره اللي عم بيدخلوا بيرفعوا لمنطقه الجزاء، عم بيوصلوا طابه صح للاعبين او للمهاجمين الموجودين. حتى من عدا هذا الشيء، انت لما شفت انت هذا الموضوع انه لعيبتك بالاجنحه وبالاظهره فاشلين، انت ما غيرت بالتكتيك تبعك، انت ما غيرت بمهام اللاعبين، انت ما عطيت فرصه حتى للاعبين انه هن يطلعوا كل شيء جواتهم بهي المباراه. ارهقتهم، انت اتعبتهم، انت ما عندك ولا حل تكتيك لاي مشكله بتصير معك اثناء المباراه. يمكن نحن كنا نفترض الحكم اللي كان هو سيء، نحن مثل ما متفقين انا وانت انه هو كان سيء بالمباراه. هلا بلا في الاتحاد نفترض انه طرد لاعب من منتخبنا، كيف بده يصير نحن شكلنا ذاك الوقت؟ يعني نحن ب 11 لاعب وطلعنا بهالبهدله هي. هو عم بقول لك انت يعني احنا لهلا ما شفنا اي تصريح لا من الاتحاد ولا من كوبر عن الظهور السيء اللي طلع. ماشي، احنا هلا انا بالنسبه لي اللي بتتحمل اللي صار اليوم بتحمل الاتحاد درجة أولى، ثانية بتحمل كوبر، ثالثا بتحمله اللاعبين. الاتحاد بتحمل لعدة شغلات. الاتحاد برجع بقول لك إياها، أنت رايح على مينيمار أول مرة بتلعب فيها، ثانيا لازم منتخبك يكون بالمينيمار قبل 10 أيام لحتى يتعود على الجو يتأقلم على الوضع هناك. ثالث نقطة تعيين الحكم الإيراني، الحكم الإيراني من سنة ونص ما حكم مباراة لصف رابع آسيويا، شوف لوين، لصف رابع آسيويا. أنت شلون يعني عم تسمح يحكم لك مباراتها؟ هاي إهانة لك، إهانة للمنتخب السوري. كل هالقد يعني الاتحاد الآسيوي مو شايفك. في سلبية كثير بمباراة اليوم نحن شفناها. أوكي، نجي الاتحاد بيتحمل قسم ما اختلفنا عليه. ثانياً أنت بتتحمل القسم الثاني اللي هو قسم التكتيك والرسم لكوبر. كوبر انا حكينا سابق، حكيت انت والشباب حكوا رح يلعب 4-4-2. احنا ما لنا مشكله، ما توقعنا يغير بالطريقه، يعني مع انه نحن كنا متمنى نحن انه نشوف شكل ثاني لمنتخبنا من ناحيه الانتشار، من ناحيه التكتيك، من ناحيه حتى طريقه اللعب. ليش عم اقول لك ان هلا احنا جمهورنا مصدوم من النتيجه، بس بالنسبه لي انا شخص فرحان بالنتيجه اللي صارت، يعني انا الصدمه اللي صارت اليوم ان احسن ما تصير ايجابيه. هلا نحن بدنا تكون ايجابيه طبعا، ماشي، بس في عندك يعني صارت هلا انه هي النتيجه اللي والاداء اليوم نحن شفناه من منتخبنا. لو كان صاير نحن معنا هذا الشيء بمباراه كوريا لا كانت مصيبه كبيره. شو عم اقول لك، الصدمه هاي اللي صارت اليوم بالنسبه لي صدمه ايجابيه لحتى نحط وقف في شيء غلط عم يصير. ما بدناش نرجع لغلط 2019 بكأس آسيا، كنا طالعين بال 2018 عم نحقق آسيوي، رحنا على آسيا حاطين كأس آسيا بجيبتنا، رحنا تبهدلنا ورجعنا. لا احنا خيوم صار عندنا هلا الصدمة الإيجابية، صار في شيء تعب، في شيء غلط بالمنتخب عم يصير. احنا وقت طلبنا تمديد عقد كوبر طلبنا ليكون في استقرار، بس بشرط يكون في تغيير بطريقة اللعب. يعني نحن حتى شفنا كوبر بالتصريحات اللي قبل المباراة اللي طلع فيها امبارح،
انه نحن درسنا بواحد من التصريحات تبعته انه نحن درسنا نقاط القوه والضعف بمنتخب ميانمار. نحن اليوم من هذا التصريح انت اللي قراته يا هيكتور كوبر ولا اللي شفت نقاط الضعف والقوه بمنتخب ميانمار، انت اليوم نحن هذا الكلام نحن ما شفنا ارض الواقع. تصريحات عصير. ما شفنا شيء من احنا منا تنفع يعني انك انت فهمان المنتخب ميانمار اصلا. عباسي رح اسالك سؤالين جاوبنا عليهم. تفضل. مباراه كوريا ميانمار، المنتخب الكوري جاب اول هدف بالدقيقه 30 واجا عن طريق خطا بين المدافع والحارس. تمام. كوريا عفوا اليابان مع ميانمار اجا الهدف الاولاني لليابان بالدقيقه 22. معناتها هذا بيعطيك انه بيوصلك نقطة انه دفاع ميانمار اول شيء بيلعب بتكتل دفاعي وانه بيلعب دفاعه مو سهل انك تخترقه بسهولة يعني. شيء اكيد. اللي فاد المنتخب الكوري بالمباراة مباراتها مع ميانمار ان جاء الهدف الاولاني اضطروا الميانماريين يفكوا من الدفاع يفتحوا شوي مساحة حتى يرجع المباراة. الهدف الثاني اجى من ركلة الجزاء اللي حكيت انا وياك عن الموضوع فيه ان احنا لازم نلعب بداخل ال 16 بس لعب ارضي وليس جوي، لعب ما تكتيك فني بقى. الكرات مرفوعه اكيد ما راح ما شفنا منها نتيجه يعني. يعني جميل احوال نحن ما شفنا منها نتيجه. هاي نقطه الغريب بكل المباراه ان احنا ما شفنا ولا تسديده على المنتخب الميناماري من خارج ال 16. هل معقول بالمنتخب السوري ما في لاعب بيشوط مباراه ال 16؟ يعني هي احد الحلول في حال التكتلات الدفاعيه وبتلاقي انت منتخب بيلعب معك بتكتل دفاعي انك انت تلاقي حلول للاعبينك انه يسجلوا من تسديدات مباراه منطقه الجزاء. هذا نحن ما شفناه. ابو عاصي انت المنتخب الميناماري عم يلعب خمسه خط اول وعم يرجعوا ثلاثه اللي خط الوسط عم يرجعوا على الدفاع، عندك ثمانيه صاروا بالدفاع، يعني شو ما تخترق هذا انت. فانت بدك لاعبين مهاريين داخل الصندوق لحتى يقدروا يكسبوا فاولات، يكسب بلنتي لحتى يفك هالتعقيد. ما كوبر ما شفنا، انا قلت لك نحن ما شفنا تغيير بالتكتيك ولا بخطه اللعب ولا بالطريقه ولا حتى بمراكز اللاعبين. يعني انت من الدقيقه 30، انت حضرتك من شوي ذكرت من الدقيقه 30 انه كان لازم يبدل محمود الاسود مثلا. قلت لك محمود الاسود وعمار رمضان وعندك احد راسي الحربه يا هيسار يا مارديك. انا بالنسبه لي اليوم ابراهيم هيسار انا ما شفته في المباراه. شو بدك تشوفه لاعب كاين عنده مباراه خلص مباراه طريق طلع على الطياره وصل على المينمار، شو بدك تشوفه للاعب؟ لا لا احنا ما شفناه يعني. انت كمدرب لما وصلوا اللاعبين وانت عملت معهم اول تمرين وعملت معهم تمرينات وقعدت مع اللاعبين، المفروض انت تساله للاعب تشوف امكانياته يعني، ما هو انا بدي اشوفه ولا انت يعني. بالاخير هلا نحن بعد ما طلعنا بالاداء والنتيجه هي مين راح يحاسب هيكتور كوبر؟ هلا بالنسبه لي لازم نحط كوبر بتاع في غلط صار بدنا نعرف شو اللي صار. ثلاث لاعبين وصلوا بوقت متاخر وعندك خليل الياس له من كاس اسيا لحد الان ما لعبان ولا مباراه. يعني انا معك هذول اخطاء لحالها يعني بتكفي. انا معك انت بس تقعد يعني انا نحن كلاتنا قاعدين عم نحكي عن هيكتور كوبر، اكيد نحن محترمين تاريخه التدريبي بس مباراه اليوم يعني فتحت النار عليه بشكل كثير كبير. ابو عاصي احنا ما نعمل لك كوبر ما أنا مدرب ماشي، احنا عم نقول لك احنا جددنا مع كوبر لحتى نستقر اداريا وفنيا بس بشرط يغير التكتيك تبعه، هذا كان الشرط. ما شفنا نحن لا تغيير تكتيك ولا خطه ولا شفنا اي شيء. يعني انت موضوع التكتيك اذا ما عندك انت في عندك حلول، رغم ان كوبر عنده حلول هلا بالدكه صارت بعكس كاس اسيا. كان قال انه ما بكاس اسيا لما نحن اختلقنا عذر لكوبر انه بيلعب بطريقه دفاعيه انه ما كان عنده الادوات، نحن هذا اختلقناه. اوكي هذا واضح ما انا متفقين عليه احنا. هلا عندك ادوات انت في تبديلات بصراحه انا ما فهمتها، يعني انت وقت طلعت ايزيكيل لعم ونزلت المار براهام بالدقيقه 80 شو هالتبديل؟ يعني لاعب خط وسط لاعب خط وسط يعني انت انا عند يعني عن جد اليوم مباراة اليوم انا لحد هلا يعني عم بناقش ومعصب ومنفعل كثير، ويعني
لدرجة انه فعلا ماني مستوعب انه نحن بعد هالكمية التفاؤل وبعد الشغلات الإيجابية وبعد هاللاعبين اللي انضموا لمنتخبنا، انه نحن نطلع مع منتخب ميانمار المتصنف آخر ترتيب المنتخبات بالعالم، خلينا نقول بهيك نتيجة وبهيك أداء. انا معك، عم بقول لك اللي صار اليوم بالنسبه لنا احنا كشارع رياضي فضيحه، ماشي، بس بالنسبه لي انا كشخصيا بعتبره صدمه ايجابيه. حتى المطب اكلناه بكير احسن ما ناكله قدام، يعني المطب اكلناه من مينيمار احسن ما ناكله من كوريا الشماليه. لا، نحن هذا اي نقطة نحن ما مختلفين عليها. يعني هلا نحن بيان نحن عندنا 3 مباريات في كأس آسيا، بالتصفيات عفوا، 3 مباريات احتمالية نحن المفروض هن 3 مباريات 9 نقاط فيهم. نحن انت بحسب تصورك كم نقطة خرج نحن نحصل من هال9 نقاط؟ هلا انا عم بقول لك، هلا اذا قلت لك انا بجوز تقول لي توقعاتك غلط، وتوقعاتك غلط، من 6 ل 7 نقاط من التسعه، من 9 انت متوقع نحن نجيب 7 نقاط؟ 6 او 7 والاكثريه 7. ليش عم بقول لك؟ لان الصدمه اللي صارت اليوم مباراه مينيمار رح تعمل رده فعل قويه على المدرب وعلى اللاعبين. هلا نحن ما نتأهل نحن لكأس العالم، عفوا مو لكأس العالم، للدور الثاني من تصفيات كأس العالم، الا ما انك تفوز على كوريا انت اذا ما فزت على، المنافس انت اذا المباشر. في شغله واحده، انت اذا ما فزت على كوريا الشمال، اذا ما تاهلت، مش مال حياه اذا ما فزت على كوريا، اذا ما تاهلت انت طلعت ثاني مجموعه او المجموعه، انت لا تتاهل على كاس اسيا ولا تتاهل على التصفيات. لا الاثنين احنا نكون برا اكيد نحن بالنسبه لهذا الموضوع. فانا برجع بقول لك اللي صار اليوم في مليون اشاره استفهام عليه. يعني حكينا قبل ما طلعت القائمة، حكينا عن موضوع رأس الحربة، ما عندك رأس حربة ينهي هجمة، حكيناها وما حدا كان يرد. يعني أنا القائمة طلعت، هو المسؤول عن خياراته أخ خالد، هو المسؤول، أوكي كوبر أوكي مسؤول عن خياراته بالنسبة للاعبين. أنت ما أوكي دام اخترت أنت مرضيك مرضيكيان واستبعدت لاعبين كتير وكان أنت عندك خيارات كتيرة على فكرة بخط الهجوم، ومثل ما الكل بنعرف بيعرف. أنا عم بقول لك، أنا بالنسبة إلي قلت لك وقت طلعت القائمه، قلت لك في اشارات استفهام على موقع راس الحربه. راس الحربه اوكي، في عندك عمر السومه ما بدك اياه حطه على جنب، عمر الخريبي اعتذر بنحطه على جنب، في عندك بالدوري السوري اكثر من راس حربه استدعيه. وين يعني الغلط نحن انك في، تستدعي؟ لا، اكيد وين اكيد في اللاعبين جيدين بقى. انت حتى اصلا اللاعبين اللي معك انت ما اعطيتهم فرصه، يعني انطونيو يعقوب انت من عندما كان موجود معك بكاس اسيا لعبته يمكن لمده ربع ساعه ولا 3 ساعه بمباراه استراليا على ما اذكر، او مباراه الهند، ما انا متذكر ايه بالضبط اي مباراه. ايه انا عم بقول لك، انا بقول لك احنا يعني هذا في اللاعب ما اخذ فرصته، يعني انت يعني اعطي فرصه للاعبين الموجودين معك على الاقليه. حكينا احنا هذا الحكي. انت رايح على مباراه مينيمار، احنا كنا معتبرها جمهورنا اللي رايح حصه تدريبيه، بس جمهورنا بيرجع بيقول لك جمهورنا ما تابع مباراه مينيمار مع كوريا الشماليه ولا تابع مع اليابان. انت لو انك متابع المنتخب المينيماري بتعرف انه بيلعب بتكتل دفاعي لسه عن الهنا الطائين. يعني من عدا هيك، يعني انه نحن منتخب ميانمار من بعد ما لعب مع كوريا اخر مباراه اللي خسر فيها ما حدا شافه، ما حدا تابعه، ما في مباريات له حتى. اوه، يعني ما عنده مباريات، يعني بس في شغله واحده جابوا مدرب خلاص. جديد، جابوا مدرب جديد طبعا اكيد بده يعمل صدمه ايجابيه بالمنتخب. 5 شهور قاعد هو عم يشتغل على منتخب ميانمار لحتى يطوره او لحتى يحسن من ادائه. هذا الشيء ما اوكي توقعه كوبر، يعني يمكن على ما اعتقد اللي هو على حكى وقال انه هو تابع مباريات والنتائج الاخيره لمنتخب مينامار، عفوا شاف المباريات وعرف نقاط القوه والضعف. والله بدك الصراحة أنا أشك، لأن لو أنا شايف مباراة مع كوريا الشمالية، مو شايف مباراة مع اليابان، مع كوريا الشمالية كان بيعرف أن مينيمار بده يلعب معها بأسلوب ثاني. مينيمار ما فيك تلعب فيها، ما فيك تلعب معها بأسلوب الضغط العالي، ولا فيك تلعب معها بأسلوب العرضيات. مينيمار بدك تلعب معها بأسلوبين، هو الباص السريع واللاعبين المهاريين، غير هيك مستحيل تخترق دفاعاتك.
طيب نحن بالمباريات اللي جاي، نحن اوكي على مباراة مينامار راح تكون على ارضنا، المباراة الاياب، مباراة كوريا ومباراة اليابان. يعني اذا هنلعب نحن بنفس الطريقة ولا نفس الاسلوب ونتكتل بالدفاع ونحرم نحن الفريق الثاني انه يوصل لمنطقة جزائنا، بس نحن شلون بدنا نوصل لمنطقة الجزاء اذا بالطريقة والعقلية اللي قاعد بيلعب فيها هيكتور كوبر؟ انا اللي عم بقول لك، اللي عم استغربه باسلوب كوبر. يعني اسلوب كوبر يعني ما يعني اكثر المباريات اللي لعبها ما لعب اسلوبه الحقيقي. يعني كوبر باسيا بيلعب على المرتدات، على الاجنحه السريعه، اوكي باسيا حكينا انه ما عنده، بس انت على مباراه مينيمار اوكي، يعني لازم لا يعني لا سلمت الطابه، اعطيت الطابه للمنتخب المينيماري لحتى يطلع من مناطقه ويبني هجمه ويصير في فراغات عنده لحتى تضربه والعمق، وانت استحوذت الطابه ما قدرت تسجل عليه. يعني انت نهيت كل الحلول. يعني كان نحن كوبر كان بالمباراة القادمة، نحن قلت لك نحن إذا نحن لعبنا بهذا الشكل قدام نحن منتخب مينامار، أنا معك إنه راح ينضم لاعبين تانيين وراح يكون في عناصر تانيين بالمنتخب، ولكن العقلية، أنا عم بحكي على العقلية والطريقة اللي نحن عم نلعب فيها. يعني أنت إذا ما عندك فكر هجومي أو ما عندك أنت فكر أو خطة إنك تبغض فيه المنتخب اللي أنت اللي راح تلعب ضده، ما أعتقد إنه راح نقدر نوصل للدور الثاني من التصفيات. يعني ابو عاصم بتتذكر وقت احنا طرحنا مثلا يجي مدرب اجنبي او مدرب مثلا سوري بس يكون عقليته هجوميه ينضم لكادر كوبر بدل المساعد الوطني حاليا؟ هذا الشيء ما بعيدوه. طيب انت بس لما يكون في عندك مساعد مدرب نفسيته هجوميه او تفكيره هجومي غير بس يكون معك بس محمود فايز، لأن محمود فايز نفس تفكير كوبر، والمدرب المحلي اللي معنا نسيت شو اسمه؟ غسان معتوق. غسان معتوق نفس الأسلوب، بلعب دفاعي وبلعب على الطابات الطويلة. يعني ثلاث مدربين، ثلاث المدرب والمساعدين تبعاته نفسهم دفاعي وليس هجومي. كلام صح، نقطة مهمة. يعني نحن حتى بمباراة اليوم نحن غسان معتوق ما بعرف انا اذا كان وجه نصيحه ولا حكى مع كوبر بالنسبه للطريقه ولا الاسلوب ولا حتى اللاعبين الموجودين على ارضيه الملعب، انه عطى رايه، يا هل ترى كانت بيمتلك غسان معتوق هاي الشخصيه لحتى يقعد يفرض على كوبر مثلا او يوجه له انتقاد؟ هاي نقطه. في عندك النقطه الثانيه، اذا اللي تابع المباراه بشوف ان كوبر كان يطلب من اللاعبين يلعبوا الطابع على الارض، ما يرفعوا لا يعرضوا، كان يطلب اللعب على الارض. اللاعبين ما كانت تحس ان اللاعبين بدهم يلعبوا بس عرضيات ورفع الطابه. ما بعرف، يعني من اليوم مباراة اليوم والأداء نحن اللي شفناه عن جد للأسف مخيب للآمال. نتمنى نحن إعادة النظر في كثير أمور بالنسبة لمنتخبنا بالطريقة اللي عم يلعب فيها كوبر، إنه حدا يقعد معه انه يفهمه انه او يفهم منه انه الفكر اللي عم يلعب فيه لو بده يوصلنا. اوكي بس هلا في شغله واحده، انت شوف بعاصي حتى اسلوب كوبر عنده بيلعب 4 3 3، هذا اسلوب ما استخدمه. لا 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 ما شفناه يعني بكل مباراه، حتى مباراه اليوم قلت لك، يعني لو لعبان يا اخي بطريقه دفاعيه مسكر الدفاع ومعتمد على الهجمات المرتده كان اشرف لنا. شو قلت لك انا؟ قلت لك انا امبارح وقت امبارح حكيت معك، قلت لك خلي كوبر يسلم الطابه للمنتخب المينيماري لحتى يطلع من مناطقه، يطلع من منطقته، لانه انت ما دام الدفاع بيلعب بطريقه دفاعيه متكتله لازم انه يسحب المنتخب المينيماري لنصف الملعب ويعتمد على الاجنحه، بس مو الاجنحه اللي لعبنا فيهم اليوم. حتى يعني حتى برجع بكرر، في شغله بعاصي، حتى لو لعبت بالاجنحه اللي لعبت فيها اليوم بس انت ساحب المنتخب المينيماري من مناطقه كنت ضربته هدف او هدفين. ماشي، وحكيت انا امبارح كمان بالاثناء البث انه نحن كل ما تاخرنا بتسجيل الهدف راح يزيد الضغط على لاعبينا، وهذا الشيء نحن شفناه اليوم من ناحيه الاخطاء بالتمرير بالتمركز بفقدان الكره بدون يعني حتى ما يكون في ضغط على اللاعب، هذا اليوم نحن شفناه. يعني انت قوم اعمل تقييم للاعبين اليوم، الكل بدون استثناء بدون استثناء بدون استثناء الكل بياخذ صفر من مو من 10، صفر من 100.
لا لكان لما انت اليوم ليش شيء مخيب انت فعلا، صدمة كثير كبيرة لنا. يا ابو عاصي، انت عندك افضل مدافعين، واحد بيلعب بقادش والثاني بيلعب بالهند مومباي سيتي، بالدوري الهندي نعم. بياخذ ممكن الطابه المينماري هيك بكلها سهوله بيحطها بالزاويه. في إشارات كثير اليوم، إشارات استفهام كثير على أداء اللاعبين، ما انا إشارات بصراحه انا حسيت اللاعبين ان فاقدين التركيز نهائيا، مو بمود المباراه، مو مركزين نهائيا. إن شاء الله نحن نشوف أسلوب مغير، وإن شاء الله يكون هذا الشيء اللي صار بمباراة اليوم درس للاعبينا ودرس لكوبر، لحتى يقدر يصحح ويغير في المباريات القادمة إن شاء الله. ان شاء الله احنا بنقول يا رب. بس بالنهايه في كلمتين حابب احكيهن اتفضل. بس لبعض الناس. اول شيء واخر شيء، هذا منتخب بلدكم، نعم. ان كان بوجود اسم شخص او مو موجود هذا الشخص، بيظل اسمه المنتخب السوري بحياه صحيح. البلد او بحياه المنتخب او بشكل عام، ما بتمنع على شخص واحد. وقت المنتخب عم ما تشتم بيوقف على لاعب واحد، مو هو لأشخاص معينة. وقت عم تشتموا عم تشتموا المنتخب، عم تشتموا بلدكم، وقت عم تشمتوا بالمنتخب عم تشمتوا بالبلد. اوكي في غلط بنحكي عن الغلط، بس بنحكي عنه بطريقه نصلح، مو طريقه مثل ما بقولوا طريقه مسخره. في فرق كثير بين انك انت تحكي رايك لتصلح، بين انك تحكي رايك لتتمسخر. تنتقد بأدب واحترام لكل اللاعبين. نحن أكيد نحن ما أنا ضد أي حدا. كنت أنت متمني إنه يكون في لاعب على مصلحة لاعب، أو لاعب فعلا ظلم ما استدعى، بإمكانك تحكي وتعبر فيه بطريقة راقية ومحترمة. لكن إنك تشمت بمنتخب بلدك فهي مصيبة كبيرة. نحن اليوم شفنا كثير من أصحاب القنوات ولا أصحاب الصفحات على الفيسبوك للأسف شمتانين بالشيء اللي صار اليوم مع منتخبنا. يعني هذا فعلا شيء معيب، إن اذا نحن ما بنحب بعضنا ونحن عم نستنى بعضنا على غلطه لحتى نشمت ببعض، فمن الافضل انه نحن ما يكون عندنا منتخب وما نشجع منتخب، وكل واحد يروح يطلع على شغلته وننسى كره القدم السوريه. هذا اللي عم بصير يا عاصي. يعني هلا انت حكيتها، فوت على اليوتيوب بتلاقي 50 60 واحد فاتحين بث، نازلين بهادل، نازلين مسخره. نفس الشيء في عندك بعض الاعلاميين معروفين عم تطالب بعض اللاعبين بعدم العوده للمنتخب اذا تم استدعائهم. للاسف للاسف هذا اكيد شيء هن طبعا عم بيمثلوا نفسهم، عم بيمثلوا حالهم، عم بيمثلوا تربيتهم، البيئه اللي خلقوا فيها. لانه اي شخص محب لبلده واللي عم بيشجع منتخب بلده بهمه مصلحه المنتخب، ما بيطلع معه هيك تصرف او هيك كلام. بالنهايه بس بدي احكي نتيجه مباراه اليوم. شفنا مباراه كوريا الجنوبيه مع تايلاند، نعم. شوفوا منتخب تايلاند بعد سنه او سنتين كيف رح يوصل لنهائي كاس اسيا ويتاهل لكاس العالم. بس منتخب تايلاند عم يشتغل على شغله واحده، عنده تخطيط، وعنده ناس عم تشتغل بضمير، وعنده جمهور بصبر على الاتحاد. ما عنده ناس تشتغل كرمال يجيب متكاتفين هنن مع بعضهم، هنن متكاتفين مع بعضهم، هنن حابين يعملوا شيء لبلدهم. هاي النقطة عملك أبو عاصي. أنت اليوم كوريا الجنوبية كانت رح تخسر من تايلاند 2-1. يعني حتى اليوم نحن شفنا المنتخب الياباني وعلى أرضه مع المنتخب الكوري ما قدر يفوز غير بنتيجة 1-0، وهذا كمان هاي جرس تنبيه لكوبر بالنسبة لموضوع مباراتنا مع كوريا. هاي النقطة. النقطة الثانية، أنت عندك اليوم الأردن لعبت باكستان، باكستان معروفة ما عندها طابة بنوب. المنتخب الأردني فاز على باكستان 3-0. إن شاء الله نحن نتمنى بالأيام القادمة أو بالمباريات القادمة نشوف شكل مغاير ونقدر لا نوصل للتصفيات الثانية لنهائيات كأس العالم، في وهذا شغلة أملنا، هذا طموحنا وطموح الجماهير السورية كلها. في أوكي احنا كلنا هذا حلمنا وطموحنا، بس في شغلة واحدة، مباراة مينيمار القادمة ب 26 شهر، إذا استمر نفس الأسلوب ونفس طريقة اللعب ونفس الأداء السيء، أنا بوجهة نظري يتم حل الجهاز الفني لكوبر، إلا الله يعطيك العافية ونجيب كادر فني جديد. كلامك يعني احنا صحيح، وهذا الشيء نحن نتمناه من اتحاد الكرة، ويكون يمتلك الشجاعة لحتى يتخذ القرار.
لان انت من مباراه نيمار 26 شهر، لا مباراه كوريا الشماليه واليابان عندك 3 اشهر، فاي مدرب بدك تجيبه حيكون عنده اطلاع كامل، واكيد رح يجتمع مع اللاعبين ويشوف. بس بشرط ان نجيب مدرب، مو مدرب محلي، مدرب على مستوى عالي، مدرب هجومي يلعب بشكل هجومي بطريقه هجوميه، بس طبعا بتوازن مع الخط الدفاعي، مو مثل ترابط المدرب. الخطوط كلها طبعا. ان شاء الله نحن هذا الشيء بنتمناه نشوفه بالايام الجايه مع بمباريات منتخبنا. بدي اتشكرك اخ خالد لتلبيتك الدعوه ولحضورك معي بهذا الفيديو. الله يسعدك ابو عاصي، والله يوفق الجميع ويوفق منتخبنا. ومثل ما قلت لك، بتمنى من الجمهور السوري شغله واحده، ان اخر شيء بالنهايه هذا منتخب بلدكم، مش بس يفوز نقول والله نفرح، وقت سمح الله يخسر من عاد نسب عليه، لا، من كرة القدم فوز وخسارة. احنا صحيح كلياتنا صدمنا اليوم، بس بتمنى تكون صدمة ايجابية. ان شاء الله اخ خالد، ان شاء الله الكل كان عم بيحكي من غضبه ومن حرارة قلبه من بعد الامال والاحلام اللي رسمناها والشيء اللي كنا نحن متوقعينه من منتخبنا. كانت يمكن هي صدمة للكل، واكيد بكره ولا بعد بكره الكل راح يصحى عن خطأه وعن الكلام اللي حكاه ويعتذر من كل الاخوه السوريين. بدي ان شاء الله يا رب. كثير الله وان شاء يسلمك. الله بنلتقي بفيديوهات قادمه. وبدي اتشكر الاخوه المتابعين، ما تنسوا تدعمونا بلايك وتشتركوا بالقناه ونلتقي بالفيديوهات القادمه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.